المركز الرابع، ناخذ اللي في المركز الرابع سمحه للسيد احمد بن محمد بن غنام الهاملي، وفي المركز الخامس من الجانب الثاني، من الجانب الثاني التسلل الى المركز الخامس الى المركز الرابع جباره للسيد محمد بن مسلم بن قنزول العامري. وفي المركز السادس نشوف ناخذ اللي في المركز السادس في هذه اللحظات، أرى صعيبة للسيد ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي اللي في المركز السادس. وفي المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع في هذه اللحظات، المركز السابع جوارح للسيد سعيد بن أحمد بن حمد المزروعي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن نجاح للسيد علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد. وفي المركز التاسع، المركز التاسع من الجانب الثاني، من الجانب الثاني في هذه اللحظات أرى الآن نوايا للسيد ساري بن مبارك بن علي المنصوري. وفي المركز العاشر، المركز العاشر الذايل للسيد خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مخير إلى المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد حمدان بن محمد بن خليفة العميمي. يا سلام يا سلام الذاير الذاير. وفي المركز الثاني نشوف نشوف الآن لا زالت سمحة في المقدمة، سمحة لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط، تقترب من الفوز، تقترب من السيارة. ها هي سمحة تضوي بالناموس، ها هي سمحة تهانينا تهانينا من العماق للسيد أحمد بن محمد بن غنام الهاملي على فوز سمحة بالمركز الأول. المركز الثاني منهوبة في المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد حمدان بن محمد بن خليفة العميمي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث شاهنية للسيد خليفة بن حليس بن راشد الكتبي. المركز الرابع، المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع راهية للسيد سعيد بن محمد بن مبارك الميري. وفي المركز الخامس الذايل للسيد خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي. هذه النتيجة، التوقيت الزمني، ساعة وصول سمحة إلى خط النهاية بعدما انتزعت المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. نشوف التوقيت الزمني، ساعة وصول سمحة إلى خط النهاية. شوف التوقيت الزمني من مخرجنا، ساعة وصول سمحة إلى خط النهاية بعدما تجاوزت مسافة 4 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. شوف التوقيت الزمني، هذه سمحة 6 دقائق ثانيتين جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد أحمد بن محمد بن غنام الهاملي على فوز سمحة بالمركز الأول. المركز الثاني، المتهوبة وصلت في المركز الثاني 6 دقائق 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمدان بن محمد بن خليفة العميمي والذي وصلت في المركز الثالث. الشاهينية وصلت في المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث. هاي الشاهينية 6 دقائق 5 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا للسيد خليفة بن حليس بن راشد الاجتبي. تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الأعزاء متابعين